السلام عليكم، مرحب فيكم في فيديو جديد من تختيم إضافة Elden Ring Shadow of the Earth Tree. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يلا Let's go. في الفيديو اللي راح صراحة وصلت إلى باص عنفني تاني في اللي هو ريلانا، هذا هو درعها. أخذت 4 ساعات عشان أغلبها لحالها. فإحنا بعد ما غلبناها اللي هو هنا طلعنا هنا، اوكي برجع هنا عشان اروح واخذ هذه الخريطة. مرتفعات سكادو. Alright. اوكي هذا الدنجن الجاي بس ما منروحه الحين من اجله. انا اكتشفت له كاتاكوم امس وانا العب في وقتي الخاص بعد ما خلص الفيديو، اكتشفت هذا الكاتاكوم. فخلونا نستكشفه ونشوف ايش فيه. هذا اول كاتاكوم نستكشفه في الدي ال سي طبعا. اوكي وصلنا الى نهاية الكاتاكومز. هذا الكاتاكوم كان عميق مرة. الحين وصلنا الى الباص، ما عندي اي هيلينج. الموت. اوكي وش جادوين يا حمار انت. واو هدي. لما هدي اوكي بعد ما خلصنا من الكاتاكومز الان انا ودي اني استكشف هذه المنطقه، هذه المنطقه وهذه الجهه. بروح اول شيء فوق هنا، تالي بنزل تحت. واحد من شو اسمه صليب ميكلا. اوكي هذا الخامس او الرابع اللي حصلناه، هذا احتمال يكون الخامس. وهذا NPC جديد، اتركوا جزءا من لحم جسدي. Hello there. Hello there. You're tarnished. Uh-huh. Lady Letta spoke of you. Yes. Another tarnished, guided here by Mikola the Kind. My name is Teolia. Teolia. I too am tarnished, and here on kindly Mikola's account. So, well, here's to new beginnings, I suppose. Uh-huh. بس هذا عندك؟ I'm sorry, but
Well, I'm not much good at anything is all. I'm as weak as a kitten and thick as two planks. I've always been this way, since I'm afraid the only thing I'm proficient in is... Poison. It's poison. Sorry. اوه اتوقع السم انه مره ممتاز للاضافه. سلامات. Your heart. تمثيل صوتي. Mark my words. Mark my words. Warrior. Okay, بس هذا عندك. بما أن في تماثيل ثنائي واجد برا، أنا بش اسمه؟ أفترض أن هذا له على حفرة التنين. إيه ها. من اسم المكان؟ كهف التنين أو حفرة التنين. اليوم شكلك ال شو اسمه كاتاكومز وش اسمه كهوف. واو كيف ما متنا؟ هذا باص تنين. الرجل التنين العريق. تقدر تصير تنين زي دارك سولز 1 ودارك سولز 3. واو لا 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 you
سيف الكتانة العظيم لصياد التنانين. اوه 130 ألف عطاني. اوه منطقة جديدة، مدخل الحمم لأنقاض المصهر. اوه عدو جديد. عملاق حجري. هذه النقطة ضعفة. اوكي اوكي هذا شفناه في الدي ال شي. لا يوجد زعيم بعد. عدو قوي. فحص المذبح شغلته. مطرقة السندان. طبعا اللي سويناه اليوم احنا اكتشفنا هذا الكاتاكومز واكتشفنا ايضا كهف التنين. عشان تسوي لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.